يقول أتاني في شهر رمضان، في آخر شهر رمضان قبل العيد بليال، شاب معه زوجته، ودخل المحل ليشتري لها ذهبا، وبعد وقت وجيز خرجت امرأة من السيارة معها طفل، فدخلت المحل، وهذه المرأة هي أم هذا الشاب، أخذ هذه الأم معه، أسكنها معه في البيت لتقوم على رعاية ابنه، إذا أراد أن يذهب إلى أي مشوار أو إلى السوق بزوجته ترك أمه مع هذا الطفل. فالأم وهي في السيارة أتعبها الطفل، فقالت لعله إذا دخل المحل أن يرى أبويه فيهدأ، فدخلت المحل، فلما رأت الذهب، والمرأة بطبعها تحب الذهب، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهذا الطبع أوجده الله تعالى خلقة في النساء، فمدت يدها فأخذت خاتما، هذا الخاتم بمئة ريال. فلما جاء هذا الشاب ليحاسب صاحب المحل قال كم الحساب؟ قال كم الحساب؟ قال 20,000 ريال. اشترى هو ذهب بقيمة 20,000 ريال، فدفع القيمة كاملة. فقال صاحب المحل بقي شيء من المبلغ. قال كم بقي؟ قال بقيت 100 ريال. قال أين هي؟ من أخذ بها؟ قال هذه المرأة التي معها الطفل. ماذا تتوقعون أيها الإخوة أن يفعل إنسان مثل هذا بأمه؟ 100 ريال؟ الآن 100 ريال ما تكفيك بنزين للسيارة، 100 ريال ما تكفيك ملابس رياضية لابنك، ما تسري لك شماغا. لكن الموقف العجيب أنه نظر إلى أمه وقال ما بقي إلا العجائز يلبسون ذهب، ثم نسع الخاتم من يدها وألقاه على الطاولة. تخيل بالله عليك كيف يكون قلب الأم في مثل هذا الموقف؟ أين الأمومة؟ أين الحق الذي قامت به عليه؟ أين الحمل 9 أشهر وهو في بطنها؟ انكسر قلبها، أخذت بيد الطفل وانطلقت إلى السيارة أمام الناس، أمام صاحب المحل وأمام الزوجة. فقالت زوجته لما فعلت هذا بها؟ الآن تغضب علينا، فإذا أردنا أن نذهب إلى السوق من يقوم بإمساك الولد؟ يعني تفكر هي في مصلحتها. فأتى إلى أمه عند السيارة وأعطاها الخاتم، فقالت يا بني أنا ما كنت أريد أنك تخسر، وما همي أن ألبس ذهب، لكنني قلت لعلي أفرح يوم العيد كما يفرح غيري من الناس، ولكنك قتلت فرحتي في قلبي، ووالله ما ألبس ذهبا ما حييت. تتخيل هذا الموقف أخي الكريم، كيف يفعل ابن مع أمه؟ هل وصل العقوق لهذه الدرجة؟ هذا من الجهل بحق الأبي وبحق الأم. لذا يجب علينا أحبتي الكرام أن نغرس في أنفسنا